معكم إيهاب بوشناق من سيكريت جيم. اليوم بدنا نحكي عن التمارين اللي كيف ممكن إحنا نمارسها بالبيت بتفيدنا بحرق الدهون باللور بادي اللي هو الأسفل الجسم من الأسفل، وبرضه نستعمل كمان الشغلات اللي بتخلينا نبني العضل. نعمل هذا إحماء للأماكن للناس اللي ما عندهمش مكان يركضوا فيه أو ما عندهمش جهاز تريدميل اللي هو جهاز المشي. نستعمل بالجمب روب الحبل. هي أكيد موجودة بكل بيت أو ممكن يجيبها بكل سهولة. بس الناس يلي عندهم إصابة بالركبة أو بالمنطقة الكاحل يتجنبوا الحبلة أو أي شيء للنط، دائماً للركض أو الركض بشكل خلفي عشان نقلل من الضغط على الركب اللي هو من فوق المفاصل، مفصل الركبة، مفصل الكاحل. نعمل الحبلة لمدة 10 دقائق ل 15 دقيقة. بعدين هنعمل شوية استرتش. دائما الاسترتش زي ما حكينا المرة الماضية انه يكون نحس فيه الشد بالكتف من هون، الحركة نحس فيها. 1 2 3 4 5 6 7 سويتش 1 2 3 من فوق تكون للأعلى ونشد الكوع 1 2 3 4 5 6 7 8 بدل الجهة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 نحس بالشد بالترايسبس من هون 9 10 اوكي. هلا نعمل شويه ستريتش عندنا للهيب، لان الحركات راح نستعمل فيها كثير الحوض، فلازم نعمل له شويه احماء وستريتش اكثر. نعمل على كل جهه لحد 15 ثانيه تقريبا، على الجهه الثانيه نعمل شوية ستريتش للرجلين. هسا الرجل نقدم واحدة من الرجلين لقدام، اوكي، بنحس فيها الشد. ركبنا دائما ستريت، ما يكون فيهم ثني عشان تكون الحركة صح. 1 2 3 4 5 نحس دائما بالشد من ورا عضلات الرجل الخلفية. بدل الرجل الثانية 20 مرة بنحس عضلات الرجل الأمامية والخلفية عم بتشد معنا. الركبة نحاول نخليها دائما نفردها مستقيمة ما تكون فيها ثني. هلا بدنا نعمل حركات للمواي تاي بتفيدنا بعضلات الفخذ والمؤخرة. أول تمرين اللي هو الركلة الأمامية الفرونت كيك، راح تكون الرجل ثابتة هون والثانية تطلع تعمل بوش، برجعها مكانها ترجع. هسا عشان تفيدنا بحرق الدهون بدنا نزيد السرعة. نبدل على الجهة الثانية برضه نفس الشيء، نعملها هون تقريبا 15 مرة، على الجهة الثانية 15. 1 2 3 ننساش نعمل بوش 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1. هذا تمرين ممكن نستعمله بطريقة تانية اللي هو أن أعمل بوش، أرجع رجلي هاي هون، تانية هون، أرجعها لورا
بوش اللي هي ضربت فيها بتصير قدام، الثاني برجعها لورا بعمل عشان ازيد من السرعه. هلا هاي التمرين كل ما زدنا فيها السرعه كل ما فادتنا اكثر بحرق الدهون وتفيدنا اكثر في بناء العضل. التمرين الثاني اللي راح ناخذه اللي هو السايد كيك. السايد كيك رجلي بدهم يكونوا مفتوحين، بدي اقرب لبعيدي لهون اضرب تنزل هاي، بعدين باخذ برضه للجنب برجعها وبضرب فوق، واحد بفتح بضرب بفتح بضرب 1 2. على كل جهة لازم نعمل 10 على الأقل. 3 4 5 6 7. هذا التمرين بفيد الجلوتس اللي هي العضلة المؤخرة اللي من الجانب من هون. آخر واحدة هلا بدنا ناخذ كمان تمرين اللي هو بيفيد برضه الكوادرسبس والهامسترنج اللي هي العضله الاماميه والخلفيه. بدي اعمل انا واقف هون تحت، ظهري دائما ستريت، اطلعني برجع رجلي اللي ضربت فيها قدام برجع بالثانيه، بنزل ظهري ستريت بضربني، نعملها 10 مرات برضه. 2 3 4 5 6 7. اوكي هلا هاي التمارين كل ما زدنا منها لعبناها نفس العدد هذا على تكرارين او ثلاثه بتفيدنا بحرق الدهون وبناء العضل في المنطقه السفليه. كان معكم ايهاب بشناق من سكرت جيم، نشوفكم بحلقه جديده. يعطيك العافية كابتن إيهاب، تمارين كثير رائعة ومفيدة وسهلة ممكن أي شخص يعملها، خاصة يعني الناس اللي بتعاني من الزيادة بالوزن. وبحب أذكر دائما موضوع زيادة بالوزن إنه الناس لازم تنتبه على وزنها قبل ما يصير في عندهم مشكلة زيادة بالوزن. يعني أنت بتعرف إنه وزنك خلينا نحكي مثلا صار له فترة معدل 90، يعني ما يعني ما تصير تطلع على حالك لما يصير وزنك مثلا فوق 100 أو 110، أول 5 كيلو زيادة أعرف إنه في عندك بلش في اختلال، خلينا نحكي من جانب الأكل أو من جانب نشاطاتك، لأنه الوزن هو عبارة عن يعني محصلة بين السعرات الحرارية اللي أنت بتتناولها بغذائك والمعدل السعرات الحرارية اللي أنت بتحرقها، فالمحصلة بيناتهم هي هاي الوزن. إذا أنت مثلا أكلك بكميات كبيرة بس نشاطك كمان كثير كبير ففيش داعي انك تخفف اكلك لانه انت مش عم بزيد وزنك، لانه انت اللي عم تاكله بالعربي خلينا نحكي عم تحرقه. بس الناس اللي بتاكل بشكل كثير يعني كبير خلال اليوم بس نشاطاتها محدوده، يعني اما انه شغلها مثلا مكتبي او مثلا ما عندها الانشطه اللي ممكن من خلاله تحرق الاشي اللي اكله، فهذا الاشي لازم ينتبهوا له يخففوا اما السعرات الحراريه الداخله على الجسم او انه يزيدوا النشاط عشان يحرقوا كميه سعرات حراريه اكبر من المعدل عشان يضل الجسم محافظ على وزنه المثالي. وبنذكر كمان موضوع التغذيه كثير مهم، خصوصا انه الناس ببلشوا انه يفكروا موضوع التغذيه انا بدي التزم بالتغذيه لمده شهر. فعليا التغذيه مش مجال، مش فكرتها انه مثلا انه انا بدي اعمل برنامج اكل لمده اسبوع او 10 ايام او شهر بعدين خلص بنزل وزني برجع لوضع الطبيعي. التغذيه خلينا نحكي بشكل خصوصي الدايت هو لايف ستايل، يعني انت لما تنظم اكلك بشكل صحي ما له يعني فتره محدده والله انا شهر بعدين خلص بنزل وزني بعدين برجع، لا الاكل الصحي
هو عبارة عن تنظيم وجباتك، الأكل بتاكلها بشكل طبيعي. يعني ما في داعي مثلا أنا أروح يعني أتكلف كثير بالوجبات الصحية، لأنه في معظمها كثير بتكون مثلا يعني غالي، وفي معظمها مثلا متناول الأيدي. النظام الدايت هو فكرته أنه تنظيم أكلك اللي بتاكله بشكل يومي، بس أنه مثلا نظمه بوجبات متفرقة. ولازم إحنا كمان نركز على موضوع الفطور، لأنه في كثير ناس تقولك أنا ما بفطر ما بتعشى، كل تركيزه على وجبة واحدة في اليوم، وهذا كثير غلط، لأنه قبل الوجبة يكون متناول كميات كبيرة من الكافيين، ممكن كمان إذا كان مدخن، ممكن الشغلات اللي بيأكلوها السناكس، الشبسات، الشوكولاتة، هاي الشغلات. فهاي الأمور كلياتها بتأثر على جهازك الهضمي. لما أنت تفطر بشكل سليم، أنت أعطيت جسمك بطاقة يكفيك لطول اليوم. عشان هيك الوجبة الفطور كثير مهمة، أهم وجبة في برنامجك اليومي لازم تكون تركز عليها وجبة الفطور. في ناس تحكي لك أنا مش متعود، ممكن أنا ما بقدر آكل، ما بحكي لهم أنه بالبداية أنه روح أعمل سفرة أكل كبيرة، لا، بالبداية حاول بلش بتمر خفيف، عسل، لبن، زبادي المنكة، الشغلات اللي زي هيك بالبداية، عساس جسمك يبلش ياخد على وجبة الفطور. بعدين تصير زيد فيها، دخل مثلا بيض مسلوق، دخل مثلا حليب، شوية شوفان، تخلطهم مع الأكل. بصير بعد فترة عندك وجبة الفطور أساسية، جسمك ما بيستغنى عنها. بس هي فكرة أنه بلش أنت بالفكرة. بعدين مثلا بعد بساعتين لو أكلت لك وجبة خفيفة، سناكس خفيفة، بعديها وجبة الغداء، بعديها وجبة سناكس خفيفة، بعدين العشاء، أنت هيك الكميات اللي بتاخدها قليلة، بس الجسم ما وصل لمرحلة أنه جاع خلال اليوم. الجسم لما يجوع بيرتفع عنده نسبة الأنسولين في جسمه، بحيث أنه بصير زيادة تركيز الدهون وخصوصا في منطقة البطن. يعني حكينا كثير بالمواضيع هاي، وإن شاء الله إحنا تقرير يعني فقرتنا اليومية اللي هي الرياضة بنركز فيها على أكثر من جانب. اليوم حبيت أعطيكم شوية تيبس هيك خفيفات من ناحية الأكل ومن ناحية زيادة الوزن، ومكملين معكم فقراتنا بس بعد الفاصل.